بطبيعه الحال النسخه الثانيه هي ممكن الا نتمنوا هذه المبادره، لان كان خصنا واحد النفس، لان كان يعني بكل صراحه كانت الامور واقفه على المستوى السياسي، وكان يعني واحد الهدر كبير للزمن التشريعي والسياسي، وبالتالي فهذا لعله يعني متنفس جديد ونفس جديد للطبقه السياسيه. يعني على الاقل ما يسجل هي كفاءات معروفه على المستوى الوطني على الاقل، وان كانت ليس لها لون. ثم كذلك من حيث العدد، هالتقلص ديال الفريق ربما قد يساعد على اداء اسرع وانجح. بخصوص الصيغه الاخيره والجديده من التعديل الحكومي، نحن كمعارضه نرى ان ما زالت فاقده الانسجام الحكومي المطلوب، وكذلك التمثيليه النسائيه في الحكومه 4 من 20 هي تمثيليه لا تتناسب، والفصل 19 وقضية المناصفة والمساواة في البلد. هذه إشارة مهمة أننا اليوم بدينا مرحلة جديدة في حكومة من وزراء بمنطق الكفاءات، بمنطق ديال النجاعة. أعتقد بأن هذه إشارة إيجابية الأولى ديال العدد. الإشارة الثانية هو أن هناك شباب جدد كاينين في الحكومة، أيضا كاين حضور وازن للنساء، كاين جميع ديال القطاعات. إعادة الهيكلة الحكومية أيضا إشارة مهمة. أعتقد بأنه كما قال جلالة الملك أنه إذا كانت بداية التجربة، بداية يعني المرحلة التشريعية كتكون فيها صراع، فيها بعد الانتخابات، اليوم حنا في, في, في تقريبا في الثلث الأخير من الولاية التشريعية. هذه إشارة أيضا باش هذه الحكومة في صيغتها المقلصة تكون قادرة فعلا أنها تدش مرحلة جديدة. الأوراش المفتوحة الآن اللي كيشرف عليها جلالة الملك.